شكرا السيدة الرئيسة. السيدة النائبة المحترمة، أنا أعطيك واحد المؤشر بسيط. المستعجلات اليوم في المغرب 80% ديال الحالات اللي كتجي لها ماشي مستعجلة، 20% اللي حقيقة مستعجلة، وهذا كيدل على أن الاكتظاظ اللي كيجي تما كيجيو على أمور جد بسيطة. فبالتالي العمل الأصح والأولى أنه يكونوا في المراكز الصحية الأولية ديالهم. علاش ما كيمشيوش المراكز الصحية الأولية ديالهم نظرا للتفاوتات اللي كتعرفوا، النقائص اللي كتعرف، ولكن في إطار الخصوصية ديال القطاع ووظيفة صحية والتحفيزات اللي تعطى الموارد البشرية، وما غيبداو يستقطبوا ذاك المرضى لأن غيولي المريض زبون. فبالتالي أنا تنظن هذا الشيء كله مرتبط بعضيته، ربما غيتحل هذا الشيء من يخرج الأجراءات ديال الجامعة إن شاء الله. شكرا.